صباح الخير. وفي الجولة 21 هرب قادة المحاور وقالت الخطة الأمنية كلمتها: هرب من هرب وأوقف من أوقف. كان قتالا قاده زعماء من كرتون تبخروا عند أول رفع غطاء وتناثروا بابا وجبلا. هي خطة سياسية سبقت الخطة الأمنية، ونجحت الخطتان في تنفيذ الهدف حتى الآن بمؤازرة جيوش من قوى الأمن وفرع المعلومات بالتنسيق مع الجيش، وكل يضرب بيد من حديد وسط ارتياح عام سياسيا وشعبيا. وما ساعد في تعميم الارتياح أن الخطة تشمل الجميع ولا غطاء فوق أحد، وهو ما لاحظه بيان الجيش الليلي الذي تحدث عن عمليات دهم شاملة لا تزال مستمرة وتوقيف 75 مطلوبا بينهم 27 سوريا وفلسطينيا ومصادرة كميات من الأسلحة. لكن المساعد الرئيس في النجاح الأمني أن قادة المحاور أصبحوا أيتاما، ليس لهم من يخرج ليدافع عنهم. لم يكن لهؤلاء أن يهربوا لو وجدوا أن لهم سترا مغطى، حيث لم يعثروا حتى على تنورة يستظلون بها. فأشرفهم وقائد قماشتهم أصبح خارج زمنهم، والاختفاء متوازن من باب التبينة إلى جبل محسن حيث توارى علي ورفعت عيد. وإلى الأمن، فأن التشريع بعد غياب جاء مخيبا للآمال. فالعنف الأسري جاء قانونا غب الرجل تشريعا، غلبت عليه رجولية النواب واستقلة حيلة النساء المشرعات. وإذا كان العنف الأسري قد سلك باعتراض، فأن قانون الإيجارات هرب تهريبا، وهو من شأنه منح أصحاب العقارات تهجير 180 ألف عائلة. أما المياومون فلهم يوم تشريعي آخر. إذن الخطة الأمنية انطلقت في طرابلس بعشرات عمليات الدهم والتوقيفات، والجيش دخل فجرا إلى باب التبينة في إطار اليوم الثاني من الخطة الأمنية في المدينة. تقرير نانسي السبع. كما في السماء كذلك على الأرض، الخطة الأمنية انتشرت في أجواء مدينة طرابلس وفي جزء من محاورها. الأمن مستتب على الطرقات، أما الأمان فشأن آخر. الخطة انطلقت من جبل محسن، حيث أزال الجيش اللبناني الدشم أمام فيلا رفعت عيد وتمركز فيها. وفي معلومات الجديد، الحزب العربي الديمقراطي رحب بالجيش، وإن أخذ عليه اعتقاله عدد من مناصريه، إضافة إلى اقتحامه المكتب الإعلامي للحزب. هنا المكتب، مكتب الحزب العربي الديمقراطي، حيث دخل الجيش وقام بتفتيش المكتب، إلا أنه لم يجد أحدا. خلق المكتب هون، إجمالا اللي راحوا اليوم ما لهم علاقه بالاستنباب، اللي راحوا اليوم شيء ما معه هويه، شيء هلا في كم واحد فلتون، اخذوا 4 أو 5. خبطه قدم الجنود الهداره في الجيش استفزت الاهالي، استفزاز يتخطاه ابناء هذه المنطقه اذا عمل خصومهم من قاده المحاور بالمثل، سيما ان راس الجبل رفعت عيد وعددا من مسؤولي حزبه ما زالوا في المنطقه، الا انهم متوارين عن الانظار. حتى منزل علي عيد في حكر الظاهري لم يسلم، فاقتحم الجيش اللبناني فيلا عيد الأب، ألقى القبض على 4 من مناصريه، فيما هو غادر لبنان منذ نحو أسبوع. وعلى محاور البقار الريف القبة أبو سمرة طلعت العمري انتشر الجيش وسير دورياته بحثاً عن مطلوبين، وبحسب مصادر عسكرية فقد ألقت القوى الأمنية القبض على أكثر من 30 مطلوبا. سوق القمح قلعة زياد علوكي لم تصمت طويلا أمام الجيش الذي دخل عقر دار أحد أبرز قادة المحاور، حطم كاميرات المراقبة بحثا عن علوكي الذي توارى عن الأنظار وانضم إلى لائحة الفارين من وجه العدالة.
لأهل التبان خطة استباقية أعلنوها عبر مسيرة حملت شعار لن نركع إلا لله، رفضوا خلالها دخول الجيش منطقتهم واعتقال القوى الأمنية قادة محاورهم، رفض يعتبره الطرابلسيون امتحان تكرم حينه الخطة أو تهان. جبل محسن البداية، أما النهاية فهي العبرة والاستحقاق الأساسي أمام الخطة الأمنية. إلى التبانة دور، أمر أعطي، لكن هل ينفذ؟ من أمام الشارع المفصلي، شارع سوريا الفاصل بين باب التبانة وجبل محسن، نانسي السبع، قناة الجديد. مجلس النواب عقد جلستين أقر في الأولى منها مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وأجل في الثانية بحث موضوع المياومين لعدم التوافق، وقد رفع الرئيس بري الجلسة المسائية إلى صباح اليوم. بعد عشرة أشهر من إجازة كانت للبعض جبرية وللبعض الآخر اختيارية، عاد نواب الأمة إلى مجلس النواب وقضايا الناس. على وقع اعتصام المياومين بالقرب من ساحة النجمة، استحوذت القضية على أولوية المناقشات، حيث عبر رئيس المجلس نبيه بري عن امتعاضه من تحرك المياومين وهم يعلمون أنه وضع قضيتهم كبند أول في جدول الأعمال، مشددا على أحقية مطالبهم، كما مطالب هيئة التنسيق النقابية في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، إضافة إلى مطالب جمعية كفة في مخص قانون العنف الأسري. ولكن أكد بري أن رئاسة المجلس ترفض التشريع تحت التهديد، وبذلك فتح النقاش في مشروع قانون المياومين ليتقرر تأجيل المناقشة به في الجولة المسائية من الجلسة، مع اعتراض عدد من النواب على البحث في اقتراح القانون الجديد في ظل وجود اقتراح قانون قديم للقضية نفسها. فكلفت لجنة تمثل الكتل النيابية المختلفة بحضور وزير العمل سجعان الأزي للبحث في القضية. نحن حريصين، نحن وكل الكتل في المجلس النيابي، على انصاف المياومين من خلال اقرار قانون يحقق انصافهم بالشكل المطلوب، ولذلك كان تأخير بحث هذا الموضوع ريثما نستكمل المعطيات. يعني انا اعلم تماما ما هي الحدود التي قد يقبل بها العمال المياومون، وهم يعتبرون أن ما أشيع عن أن اتفاق قد تم بالكامل بينهم وبين عدد من النواب ليل أمس ليس دقيقا. في الجولة الصباحية نفسها أقر قانون الإيجارات بعد مناقشات مطولة فاقت الساعة من الوقت بين مؤيد لمشروع القانون ومعارض له على خلفية إجحافه للمستأجرين، غير أن القضية التي تجمع من أجلها عدد من أعضاء المجتمع المدني في أروقة المجلس، فكان مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري الذي أقر بعد التصويت عليه كبند وحيد، غير أن جمعية كفة أبدت رفضها للصيغة التي أقرت والتي لم تأخذ بالتعديلات التي كانت قد طرحتها الجمعية، وهو أمر أيده بعض النواب. فإني أعد المرأة اللبنانية وبعد هذا الإنجاز الجزئي بأننا سنكمل معا نضالنا من أجل كل حقوقها وكل قضاياها. يعني لم يسمح لنا بنكمل اقتراح التعديلات المطروحة، بالرغم من هذا وكله نعتبر أنه يلي صار نقلة نوعية أساسية بمجتمعنا اللبناني. ومن أصل البنود 14 التي تم مناقشتها في الجولة الصباحية أقر 12 بند، من بينها مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي. وفور أعلان تأجيل بحث مشروع تثبيت المياومين، كان للجنة المتابعة كلمة من أمام ساحة رياض الصلح حيث اعتصموا. غداً سوف يتوجه المياومون كل إلى دائرته في كافة المناطق اللبنانية، حيث سوف يعتصمون ويقومون بأقفال كافة الدوائر ريثما ينجلي الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يعني رح تسكروا الدوائر؟ نعم. بس ما في اعتصامهم. نعم وسوف في المركزية. المياومون تظاهروا أمام مجلس النواب مطالبين بعدم إقرار قانون تثبيتهم كما هو. يوم مطلبي طويل عاشته ساحة رياض الصلح، المياومون لبوا دعوة إلى الاعتصام، تقاطروا من مختلف المناطق اللبنانية للضغط على المجلس، فالأخير عاد من سبات طويل وعلى جدوله مشاريع قوانين تنتظر أن يفرج عنها، على رأسها قانون تثبيت نحو 2300 من المياومين. لكن القانون المدرج للتصويت يناقض ما كانوا قد اتفقوا عليه عام 2012 مع الكتل النيابية،
فكانت الدعوة إلى التصعيد بغية الأخذ بالتعديلات التي قدمتها لجنة المياومين على القانون الجديد. الحقيقة نحن جايين كاتحاد وطني ومجموعة من الاتحادات لنأكد تضامننا، لأنه نحن أساساً معهم الشباب من وقت الإضراب للي بقي 97 يوم، وبدنا نضلنا معهم ومع غيرهم من العمال ومن المياومين بالقطاع العام وبالكهرباء وبالمصالح المستقلة وكل العمال للي محرومين من حقوقهم. رح نبقى نحن وياهم سوا الناضل، وكمان جايين لنقول لهم كمان مرفوض قانون الإيجارات، لكمان مش بس بدو يحرمونا لقمة عيشنا، كمان بدو يحرمونا البيت للي ساكنين فيه. الإجراءات الأمنية المشددة حالت دون وصول المياومين إلى ساحة رياض الصلح ولو بالقوة، فكان التجمع في مكان قريب، لكن الصوت وصل إلى المجلس، سحب القانون الجديد وعاد القانون القديم إلى التداول على أن يبث في الجلسة المسائية، وهذا ما عده المياومون تقدماً، فيما زار وفد منهم اللجنة التي شكلها المجلس للنظر في القانون القديم. نحن لما بيقر الجميع أنه الهدف من هالقانون يثبت هالمياومين، نحن بهمنا أول شيء النوايا. إذا الكل مقر انه هودي المياومين حقهم الطبيعي يتثبتوا بمؤسس كهرباء لبنان، بتصور البنود والتفاصيل هيدي صياغتها كثير هينه. قلنا لهم بدنا هيدا القانون، هناك اعضاء باللجنه وعدت انه تناقش هيدا القانون، ووعدت انه اذا بده يصير في تعديلات، فهموا عفوا يعني سوري انتبهوا، يكون التعديل على القانون الاساسي وليس على القانون المعجل المكرر. وهكذا يعول المياومون خيراً على حسن نية السياسيين، فأقرار القانون القديم يعني إجراء مؤسسة الكهرباء مباراة التثبيت بإشراف مجلس الخدمة ومن جميع المديريات مع مراعاة الخبرات المكتسبة، عوضاً من إجراء المجلس المباراة بحسب الحاجة فقط، بحسب ما كان وارداً في القانون الجديد الذي تخوف العمال من أن يكون للكوتا الطائفية الكلمة الفصل فيه. اليوم المطلبي كان حافلاً مع اعتصام موازن في حديقة الأسكوا للمطالبة بحماية النساء من العنف الأسري. بورد مغمس بالدماء، بلوائح من فكت تمتلئ بأسماء ووجوه جديدة لضحايا العنف الأسري، عادت النساء إلى ساحة الاعتصام، وهو اعتصام رافقه انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، كان يفترض به الضغط على الهيئة التشريعية لتنصف المرأة بقانون يحميها من الموت بجميع أشكاله. ببصمات حمر وعدوا النواب بالتصويت لهم في حال صوت هؤلاء للقانون لكن بنسخته المعدلة. نحن بين 2010 و2011 رصدنا مثلا مرأة عم بتموت كل شهر، هيدا الرقم أكيد أكتر لأنه كتير مرات ما بنعرف بالنساء اللي عم بينقتلوا، وكنساء معنفات فينا نقول كلنا معنفات. نحن اللي منقوله نحن متمسكين بمشروع القانون كما قدم، لأنه لسبب واحد، قضية العنف ما بتتجزأ، قضية العنف ما بحط لها حلول مؤقتة وحلول جزئية وحلول منا شايف الإطار كله. قضية العنف مسار متكامل، بده مسار حماية متكامل، كرمال هيك نحن متمسكين بمشروع القانون مثل ما قدم. من المعيب بمجتمعاتنا بمجتمعنا نحن كلبنانيين يكون بعد هذا التصرف الأخلاقي اللي عم يمارس من قبل الرجل تجاه المرأة يمكن بقرون متخلفة جدا كانت ما تستعمل. حسب ما عم بسمع انه في نواب كانت قبلانة بهيدا القانون هلأ عم ترفض، فما بعرف اذا حيقروا او لا، وإذا قروه أنا بقول لك ما حي طبقوه مثل ما هو لازم. قريباً رح ترجع تجي فرصة، فبنتمنى عليكم تحسبوهم وتشوفوا كيف أبسط القضايا وأبسط المسائل الحقوقية حتى هيدي أبسطها ما عم بيقوموا فيها. لكن لرجال السياسة اعتباراتهم الطائفية والسياسية، فكان إقرار القانون من دون الأخذ بالتعديلات التي قدمها التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري، وعلى رأسها تجريم إكراه الزوجة على الجماع
وشمول أطفال الضحية بالحماية من دون مراعاة سن الحضانة، وهما بندان لا يلحظهما القانون بالشكل الذي أقر فيه. أكثر من 8 أشهر عم نشتغل على جمع توقيع النواب على الملاحظات، يعني صار في لغط أنه في ناس فكرت أنه هو النواب اللي موقعين ومش موقعين على القانون، لا كانوا كلهم بدون يوقعوا على القانون، بس نحن كنا عم نركز على هالملاحظات الأساسية. 71 توقيع جمعنا من النواب، ما شفنا ولا واحد رفع ايده لحتى يعترض على الطريقه اللي صار فيها التصويت، في كتل متبنيين الملاحظات وماضيين على العريضه، ما شفنا في اعتراضات جديه على الطريقه اللي انقر فيها القانون. تصديق القانون الذي كان قد اتفق عليه العام الماضي اثار موجه من التفاؤل بين البعض باعتباره خطوه اولى يبنى عليها، فيما تخوف اخرون من قانون مشوه جرى اسكاتهم او اسكاتهن به. ولذلك كانت دعوه جمعيه كفا الى اعتصام ثان تزامنا مع الجلسه المسائية للمجلس، فيما يجري الاستعداد لتقديم اقتراح قانون يلحظ التعديلات التي كان قد وافق عليها 67 نائبا من كتل نيابية مختلفة. حركة الطيران في مطار بيروت شلت على مدى ساعتين، والمراقبون الجويون يحذرون من عدم إدخال الجداول الخاصة بهم ضمن سلسلة الرتب والرواتب. تنفيذاً لقرار المراقبين الجويين التوقف عن العمل مدة ساعتين رفضاً لإدراج سلسلة الرتب والرواتب في جلسة اللجان من دون تضمينها السلسلة الخاصة بهم، توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت الدولي عند 10:00 صباحاً، وتأخر معها إقلاع وهبوط عدد من الرحلات الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية. المراقبون الجويون عقدوا مؤتمراً صحفياً في حرم المطار شاركهم فيه رئيس رابطة موظفي القطاع العام محمود حيدر، وتحدثوا فيه عن مطالبهم وعن نسف المسؤولين الاتفاقيات السابقة معهم. إدخال الجداول الخاصة بالمراقب الجوي ضمن السلسلة. ثانياً الإسراع بإقرار السلسلة رحمة بموظفي القطاع العام اللي بعد ما تآكل معاشاتهم نتيجة التضخمات اللي صارت من 96 للسنة ومن 2006 للسنة صاروا بأدنى السلم الاجتماعي. حيكون في إعلان لاحق عن خطوات تصعيدية بناء على التطورات اللي حتصير بهاليومين، وصراحة يعني بتمنى ما تجربونا رحمة بالعالم. وأكد المراقبون الجويون أن لا خلفية سياسية لتحركهم المطلبي، وقدموا اعتذارا إلى المسافرين الذين تأذوا نتيجة هذا التحرك. اجتماع للأمن المركزي بخصوص طرابلس. عقد مجلس الأمن الداخلي المركزي اجتماعا في وزارة الداخلية والبلديات برئاسة وزير الداخلية منهد المشنوق بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية، وناقش المجلس الخطة الأمنية التي بشر تنفيذها في مدينة طرابلس ومحيطها. الوزير مشنوق شدد على أن يكون الانتشار الأمني والعسكري انتشارا مسؤولا وصارما وحاسما وغير ظالم، خشية أن يتولد انطباع لدى الرأي العام بأن الانتشار هو انتشار ودي وحسب، ولكي لا تصل الأمور بعد أيام إلى ما يسمى الأمن بالتراضي، وهو الأمر المرفوض بشكل قاطع. وعلى الجميع أن يعلم أن ما قبل الخطة شيء وما بعدها شيء آخر. وشدد مجلس الأمن الداخلي كذلك على ضرورة أن تنفذ الخطط الأمنية المقبلة في سائر المناطق اللبنانية بشكل متوازن، كي يشعر من خلالها المواطنون بأن العدالة الأمنية تنطبق على الجميع من دون استثناء. هذا وناقش المجلس كذلك مسألة قدرة لبنان المتناقصة على تحمل مزيد من النازحين السوريين، وبحث أيضا في مسألة الأوضاع الأمنية في المخيمات الفلسطينية. ينعقد مجلس الوزراء عصرا في بعبدة، وأشارت مصادر وزارية إلى أن الرئيس تمام سلام يتجه في الجلسة إلى طرح 6 تعيينات، 4 منها جديدة تضاف إلى المركزين المطروحين بتثبيت كل من اللواء إبراهيم بصبوص في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والقاضي سمير حمود في النيابة العامة التمييزية. ومع كشف مصادر أن الاتصالات أفضت إلى نوع من التوافق عليها، علمت النهار ليلا أن أي اتفاق لم يكن حصل حتى ساعة متقدمة من الليل، وأن المفاوضات جارية لكن حظوظ التعطيل تبقى قوية. أهلا بكم من جديد. بعد 4 أيام على انفجار وادي عطا شيع الجيش شهداءه 3 كل في بلدته، والوفاء للمؤسسة العسكرية هو خطاب الأهل. من أرض لبنان وإليها عاد شهداء تفجير حاجز وادي عطا في جرود عرسال،
فالشهيد حسن همدر شيعه أقرباؤه وزملاؤه في السلك العسكري في بلدته بشتليدة في قضاء جبيل، هم الذين شيعوا جدة الشهيد التي فارقت الحياة مباشرة بعد سماع خبر استشهاد حفيدها. لكل اللبنانيين بنقول نحن والجيش على هالموجة اللي ما بتخلي لا كبير ولا صغير. مستعد بعد، في عندي 3 شباب وصبية مستعد وهبن كمان بالدولة مشان ينحمى الوطن ويروح عنا كل شيء في قصة جراثيم من هالبلد، ما بقى يتسمى إلا جراثيم. صورة قبر مكتوب ليتني أنا فيه، كان حاطط ستاتوس كمان سامحوني على أخطائي ربما تشرق الشمس معلنة عن وفاتي. هي قبل بقد ايه؟ من شي جمعتين كان حاططها وخليناه يشيلها بالقوه. في بدله اشتريها جديد؟ في بدله جديد لبستها امي، بس انا بكره حلبس له بدلته. كان يقول لي انا حفوتك يا خيي بالجيش، وهلا انا حفوت وحكفي على دربه اذا الله راد. مثل ما هو وصى حكفي. طبعا رفع راسنا، شهيد هيدا، رفعنا راسنا. هي اول هذا اول شهيد بالضبط، هذا التاج لا يتمم، الجيش اللبناني تاج لا يتمم، هذا العز والشرف. هذا عريس، ليش ما بدنا نرفع فيه؟ لانه ما استشهدوا بجرعه زي ما مش غيره. عم تقبل تعازي، نحن مش عم تقبل تعازي، نحن عم تقبل تهاني، لانه هو عريس عمره 23 سنه. هذا العلم هو اللي كان كانوا مغطينه فيه، هذا العلم هيدا من ريحته. دموع أقرباء الشهيد همدر تسامنت وعويل النسوة في طليا قضاء بعلبك، فهناك شيعت قيادة الجيش الجندي الشهيد محمد إبراهيم الحش حسن. يا أمي يا بطل، يا بطل، يا بطل، أنا شايف حالي فيك، شايف حالي فيك يا بطل، شايف حالي فيك يا بطل، رافع راسنا يا بطل، يا بطل يا محمود، يا محمود يا بطل يا عريس، ولا يا عريس، لا إله إلا الله والعرس حبيب الله. والله لا ضل حدك يا خي، بدي ضل حد، ولا أنا سعد، بدي ضل حد، وبدي كرمك، وبدي كرمك وقري لك قرآن، بدي كرمه وقري له قرآن. العقيد محمد شميطلي ممثلا وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي أكد متابعة القوى الأمنية ملاحقة الإرهاب والضرب بيد من حديد وصون دماء الشهداء الذين يفدون الوطن بأرواحهم. وكانت بلدة حارة الفوار قضاء صغرتة قد شيعت الاثنين الشهيد الثالث المجند عبد القادر محمد العويك. برج حمود تتضامن مع كسب. ها هي منطقة كسب أكسبها الله سبحانه وتعالى إخوانكم المجاهدين. في أواخر شهر آذار المنصرم وصل المعارضون المسلحون من فصائل إسلامية متشددة إلى كسب، وبدأت مع وصولهم الاعتداءات على كنائسها وسكانها المسيحيين. الأمر أثار قلقاً على مصير هؤلاء، وأعاد إلى أذهان الشعب الأرمني مأساة إبادتهم وتهجيرهم من قبل الأتراك. فكسب تقع على الحدود التركية السورية شمال غربية سوريا على سفوح جبل الأقرع، ويقطن فيها نحو 3500 نسمة، كثير منهم من الأرمن، وقد نزح منها إلى اللاذقية 670 عائلة حتى الآن. رح يعيش معنا هيدا، نحن الأرمن رح نضل مع بعضنا دايما مع بعضنا. ولأن جرح الأرمن واحد على امتداد الدول التي سبق أن هجروا إليها واتخذوها وطنا لهم، أغلقت المحال التجارية في برج حمود وتوقفت الدروس في المدارس الأرمنية كافة من الساعة 12 ظهرا حتى 2 بعد الظهر تضامنا مع بلدة كسب. نحن تاني مصدر عم تصير معنا، نحن مستنكر استنكار شديد ومسكرين كل شيء اليوم، عم بيدبحوا ويقتلوا بالعالم. لشو كرمال؟ شو كرمال أردوغان؟ يعني لتركيا تحل عنا بقى بكفة. تراك بدي ياخذ الكساب كمان حتى ينسوا عديد أرمن. تركيا إجوا ما خلوا حدا بالبلد، كل الأرمن هجروا عنا الأرض ما أخذوا الأتراك. الاعتصام جاء بدعوة من الأحزاب الأرمنية في لبنان التي ترى أن ما يجري في كسب استراتيجية تطهير عرقي لسكانها الأرمن، هو تنديد
بالسياسة التركية بالأساس يلي سمحت من خلال فتح الحدود أو تسهيل المرور من الحدود التركية لكسب للمسلحين. الموضوع بكسب هو موضوع بحت إذا بدك إثني صراعي بيننا وبين الأتراك. اللي صار هو أكثر من أنه يسمحوا للمسلحين يدخلوا من هالمناطق، صار في قصف من الأراضي التركية تجاه كسب والمناطق المجاورة. وشدد أواديس كادانيان عضو اللجنة المركزية في حزب الطاشناق على أن الأحزاب الأرمنية اللبنانية لن تألو جهداً على المستوى السياسي لتحييد المدن الأرمنية وسكانها عن الحرب الدائرة في سوريا. رونا حلبي، قناة الجديد. دعماً لمرضى التوحد، العداء العالمي علي وهبي ينطلق اليوم من بيروت رقداً ليعود إليها بعد 12 يوماً على قدميه. لأن في لبنان ما هو أجمل من الحروب والخضات الأمنية وما هو أسمى من المذهبية والطائفية، ولأنه في ظل انهماكنا في الصراعات الداخلية السياسية التي ترجعنا إلى الوراء، هناك من هم بحاجة إلى دعمنا ووقوفنا قربهم. إرادة شخص واحد وعدد من المنظمين ستكون كفيلة أن يرى هؤلاء الدعم وأن تسلط الأضواء على قضيتهم ولو مدة لا تتعدى 700 كيلومتر. فعلي وهبي العداء اللبناني العالمي الذي تمكن من تحقيق نجاحات عدة في سباقات في الجبال والصحاري وفوق الجليد وفي القطبين الشمالي والجنوبي، قرر اليوم أن يرقد عابراً لبنان كله بساحله وجباله وأوديته من أجل مرضى التوحد. يعني حنبلش إذا الله راد من بيروت، جبال، بترون، طرابلس، بنشعي، بشري، الأرز، القرن السوداء، بعلبك، زحلة، بيت الدين، جزين، نبطية، دير كيفا، بنت جبال، مرجع عيون، أنا وصور، بعدين على صيدا ومن صيدا بنرجع على بيروت كسدورة. يعني كيف حتكون؟ يعني حتنام، تاخد بريك، كامبينج، شو؟ هلا لا، كل يوم حنكون عندنا لوكيشن، حنرتاح بالأوتيل، حيكون في فعاليات المنطقة باستقبالنا وعلى المغادرة. في معي مدارس من المناطق، جمعيات من المناطق عم بتكون عم بتواكبني تكون معي بكل لبنان. وعن تجربته في القطبين يقول علي إنه كاد أن يموت مرتين، من القطب الشمالي للقطب الجنوبي مرورا بكل صحاري العالم. قد ايه أخذت معك وقت؟ صار لي 11 سنة مش مبارح. يعني أنا أول شخص عربي بيعمل الفور ديزرت اللي هن كل واحدة 250 كيلو باكتفاء ذاتي، وأول شخص عربي بيعمل شيء اسمه السيفن كونتيننت، يعني اكستريم ريس على كل قارة، وسباقات هيك شوي بأوروبا، شوي بجبل القلب، شوي هون، يعني إنه وما خليت شيء يعتب علي. كمان حتى ركضت بقلب البراد تبع سبينس كمان مشان اتحضر القطب الشمالي، لانه بلبنان صيفية كانت بالبراد 20 درجة تحت الصفر، وحطيت مراوح لزيد الفاكتور ديفو مشان سقع اكثر، طلعت 25 ما كانت تطلع اكثر. قد ايه كانت بالقطب لما انت كنت؟ لما وصلنا على القطب كانت 30 تحت الصفر، لما بلشنا السباق كانت 40، ولما خلصنا السباق بعد 6 ساعات بعد ما جلدت تقريبا 55. جلدت انت يعني؟ جلدت، كنت حموت، حصير في عندي اريكا دياكا، يعني مثل الدجاجه كيف تشيليها من البراد وبتحطيها لتطبخيها، نفس الشيء صار فيي، حطوا هيتر علي لأرجع شيل هالجليد كلياته عني. علي الذي تدرب في الثلاجة لرفع اسم لبنان عالياً لن يكون هذا العمل عائقاً أمام حمله راية أطفال ذوي مرض مزمن كالتوحد. وفي رحلته هذه ستواكبه الجديد من منطقة إلى أخرى، عسى صورة لبنان الموحد أن تغلب كل مشاهد التفرقة على الأقل هذا الأسبوع. مزارعو البقاع يشكون الضرر الذي لحق بمزروعاتهم ولقمة عيشهم نتيجة الأحوال الجوية. أدت التقلبات المناخية إلى تلف المزروعات وتضرر الأشجار المثمرة على امتداد سهل البقاع، وتحديدا في البقاع الشمالي. وما زاد الأمر سوءا موجة الصقيع التي ضربت المنطقة في اليومين الماضيين، بساتين اللوز وبساتين الدراء والبطاطا، حتى موسم العدس احترق. هذه أول سنة بتجي هيك هالقد هالقوة؟ ما شايف بتاريخي أنا مثل هالساعة اللي اجت من يومين. قديش نسبة الأضرار؟ نسبة الأضرار فادحة كتير جدا، يعني منطقتنا نحن منطقة جنوب شرق بعلبك، منطقة بعلبك تقريبا الأضرار 90%.
المزارعون أبدوا تخوفهم من التبعات الاقتصادية والاجتماعية عليهم مع التلف الكبير الذي أصاب لقمة عيشهم. هيدي أول مرة بحياتنا بنشوفها، يعني بتحصل بس مش هيك، يعني بتفقد 50%، بضل عندك 50، بضل عندك 20، بضل عندك 10% من الحملان السنة ولا شيء أبدا. ومثل ما انك شايف الأرض الفلاحة التقليم مكلف، الأسمدة الأدوية، وما عم ننال دعم من حدا. هذا وقد نشد المزارعون المعنيين في الدولة الالتفات إلى أوضاعهم. أصحاب الفانات يعتصمون على الطريق العام في رشية ويطالبون بضبط المخالفين. نفذ أصحاب وسائقو الفانات العمومية اعتصاما على الطريق العام بين المصنع ورشية، تنديدا بعمل الفانات غير الشرعية التي تسير على الخط بين شتورة والمصنع ورشية ولا تحمل لوحات عمومية، وكذلك بالسيارات الصغيرة التي تحمل لوحات خصوصية وأصحابها سوريون ولا يحملون أي رخصة سوق لبنانية. مطالب خيي بسيطة كتير، إنه يتكرموا علينا بحاجز درك وين ما بدهم، والمش شرعي يقعد ببيته، واللي حاطط نمرة عم يدفع 400-500 دولار وتصفية وضمان وقصص وشوفرية ودفاتر عمومي كبيرة، مش ليجي واحد حق فانه 500 دولار، عارف كيف، ويمشي قدام بوسطة حق 70-80 ألف دولار، أو قدام فان شرعي مكلفه 30-40 ألف دولار بيع بيته ليجيبه. في سيارات شرعية وغير شرعية عليها شوفرية سوريين، حتى كارتهم مش ممضي من الحدود. تاني شيء الدرك اللي بساحة الشورى، مع احترامي لكل الدرك اللي بساحة الشورى، الفان اللي بده اياه بخليه واقف، والفان اللي بدوش اياه بخليش واقف، يعني بالنهار بيعمل له ظبط وكل جمعة بيعمل له ظبط. وناشد المعتصمون المعنيين التدخل لحل هذه المشكلة التي تهددهم بلقمة عيشهم وبقطع أرزاق عشرات الأسر التي تعتاش على مردود عمل الفان. أهلا بكم من جديد. ضربت موجات تسونامي ساحل تشيلي الشمالي، وذلك بعد زلزال بقوة 8.2 على مقياس ريختر هز المنطقة. ونبه مركز المحيط الهادئ للتحذير من موجات تسونامي إلى أن الموجة قد تكون مدمرة على امتداد السواحل قرب مركز الزلزال، وحذر من أن سواحل البيرو والإكوادور وكولومبيا وبنما وكوستاريكا ونيكاراغوا معرضة أيضا للخطر. وقد وجهت السلطات في البيرو تحذيرا للسكان على الساحل الجنوبي، وأغلقت في العاصمة ليما كل الطرق على طول السواحل. صقور الصحراء تقاتل في كسب، ووزير العدل السوري ينفي أن يكون قد دعا إلى الجهاد في سوريا. استهدف الجيش السوري تجمعات لجبهة النصرة بالقذائف ومختلف الوسائط النارية في جبلي الكوز والنسر ومحور نبع المر بريف اللاذقية الشمالية، فيما سقط 3 إصابات بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من المركز الثقافي في القامشلي. وفي منطقة كسب شكل شباب مؤيدون للرئيس السوري بشار الأسد قوات سميت بصقور الصحراء، تعتبر رأس حربة الهجوم والدفاع عن المنطقة، وخصوصا عند نقطة 45 في ريف اللاذقية. هذه القوات بدأت عملها في حمص وخصوصا على الحدود العراقية لقطع طرق الإمداد بين المسلحين في البلدين، ويقاتل في صفوف عسكريون وضباط وعناصر متقاعدة في الجيش السوري ومتطوعون من الشباب السوري. وفي ساق آخر ذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا نقلا عن بيان حكومي أن نايف العجمي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رفض تصريحات أدلى بها مسؤول أمريكي كبير قال إن نايف يدعو للجهاد في سوريا ويروج لتمويل الإرهاب. تحديات كثيرة ألقيت على عاتق الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أثناء زيارته السعودية، لكنه لم يكن على قدر المواجهة. حتى وإن شفت زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للرياض بعض غليل السعوديين بتذكيرهم بأنهم الحليف الأول في المنطقة، إلا أنها مثلت فشلا ذريعا بالنسبة إلى من عول عليه أن يقف في وجه خروق السعودية الحقوقية. الصحف الأمريكية وحتى البريطانية نشرت خطابا للكونغرس طلب من أوباما الضغط على السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وقد كتب 52 من أعضاء الكونغرس ومنظمات من المجتمع المدني خطابا إلى أوباما قبيل زيارته، دعاه فيه إلى ضرورة مواجهة قادة البلاد في شأن ما وصفوه بالانتهاكات الحقوقية الخطرة. وجاء في الخطاب أن السعودية انخرطت مرارا في انتهاكات حقوقية منهجية تستهدف النساء والأقليات الدينية والمصلحين السياسيين السلميين.
أما منظمة العفو الدولية فقد طلبت من أوباما تعيين امرأة سائقة رسميا خلال زيارته، وكسر صمت إدارته حيال سجلها في مجال حقوق الإنسان واتخاذ موقف علني وقوي من انتهاكاتها، وطلبته بلقاء الناشطين المحليين في السعودية وإثارة قضية معاناة النساء فيها. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في المنظمة إن من الأهمية أن يبعث أوباما رسالة قوية إلى الحكومة السعودية بأن انتهاكاتها الكبيرة لحقوق الإنسان والتمييز المنهجي غير مقبولة. وأضافت إن الولايات المتحدة أحجمت ولفترة طويلة جدا عن مواجهة السعودية علنا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وتغض إلى حد كبير الطرف عن تصاعد انتهاكاتها. الكاتب البريطاني باتريك كوكبرن اهتم كذلك بالزيارة ونشر مقالة له في صحيفة الاندبندنت البريطانية بعنوان أمريكا تدفع ثمن مساندة آل سعود فيما بدأت التصدعات الداخلية، وتحدث عن الغضب السعودي بسبب الملف النووي في مقابل عدم رضا الولايات المتحدة عن تمويل السعودية الجماعات المعارضة الإسلامية في سوريا مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ويرى كوكبرن أن العلاقة بين السعودية وواشنطن علاقة غريبة للملكية الدكتاتورية الرجعية التي لا تسمح بقيادة المرأة للسيارة، والولايات المتحدة التي تدعي أنها قائدة العالم للديمقراطية العلمانية، وأن العلاقات بين الدولتين لم تتأثر كثيرا بحقيقة أن أغلب المشاركين في هجمات 11 من سبتمبر كانوا على علاقة بالسعودية. وأضاف باتريك أن ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز قال في جامعة الدول العربية أن المعارضة السورية تركت فريسة سهلة للقوات الطاغية، في حين أن في السعودية عددا من سجناء الرأي الذي يصل عددهم إلى 30,000. ولفت إلى أن السعودية تستخدم دائما الجهاديين ذراعا لسياستها الخارجية، وقد غضت الطرف عن سفر السعوديين إلى سوريا للانضمام إلى جبهة النصرة والدولة الإسلامية. واليوم يشعر المقاتلون السعوديون بخيانة أهل سعود لهم، فبعد السماح لهم بالسفر باتوا يعتبرون مجرمين. واختتم باتريك بالإشارة إلى أن المملكة أصبحت اليوم أكثر انقساما وأقل استقرارا منها في أي وقت مضى. عناوين الصحف والبداية مع النهار. رئاسيات 2014، جون عبيد صديق المتناقضين. مجلس الوزراء يعلق اليوم في ملف النفط. 10 تعيينات تعوض تعثر فشل الجلسة الأولى. انطلاق سباق الانتخابات العراقية وسط مخاوف من تردي الأوضاع الأمنية. دول تدرس مساعدات لسوريا بلا إذن، روسيا تطلب جلسة خاصة لكسب. عباس للانضمام إلى 15 معاهدة، وكري ألغى زيارة لرام الله اليوم. في السفير، غليان اجتماعي على أبواب المجلس العائد. جمهورية المحاور تسقط في طرابلس والبقاع ينتظر. حماية الأسرة خطوة إلى الأمام، ولكن خطط استيطانية تعرقل مهمة كري. عباس يوقع طلبات انضمام إلى منظمات دولية. موسكو تدعو إلى اجتماع دولي لمناقشة جرائم ضد أرمني كسب. سوريا اتساع رقعة الاشتباكات في ريف اللاذقية. في الأخبار، خطة طرابلس على المحك. نواب ضد ناخبيهم. كسب رفيقات على خط النار. في الأنوار، احتجاجات المياومين والهيئات النسائية والمستأجرين تحاصر البرلمان. الجيش دخل جبل محسن واليوم في باب التبيني. إجراءات في مطار بيروت للوقاية من جرثومة الإيبولا. السيسي يبدأ إجراءات تقديم ترشيحه للرئاسة المصرية. ننتقل إلى الديار. الخطة الأمنية على طريق النجاح، مجلس النواب تحت ضغط الإضرابات. أمريكا تغري إسرائيل ببولارد لتمديد المفاوضات وصاروخان من سيناء. انطلاق حملة السيسي ومضايقات لمنافسيه، إرجاء محاكمة قادة الإخوان. الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ولجنة تنفيذية لاتحاد المصارف العربية يكرمان حاكم مصر في لبنان رياض سلمي. وفي المستقبل، المجلس يقر قانوني العنف الأسري والإيجارات ويستكمل البحث في المياومين. تعيينات جزئية وحصاد أمني دسم اليوم. الإيبولا القاتل لم يصل بعد. الجيش الحر لدينا 11 أسيرا من حزب الله. الجربة يتفقد جبهة اللاذقية. ننتقل إلى البناء. واشنطن وموسكو تعدان لجنيف أوكراني وسوري، ولبنان خارج التغطية. خطة طرابلس، قادة المحاور يمشطون ذقونهم. الحكومة خارج السمع ومجلس النواب يدفع فواتيرها التشريعية.
البرلمان الأوكراني يجيز إجراء تدريبات عسكرية مع الغرب. الناتو يعلق تعاونه المدني والعسكري مع روسيا. موسكو تطالب مجلس الأمن بمناقشة مجازر كسب، والائتلاف يدرس المشاركة في جنيف 3. دمشق تكشف مخططا إرهابيا لاعتداء بمواد كيميائية في جوبر. اللواء عنوانات: التشريع يواجه المياومين والسلسلة اليوم، واهتمام أمريكي بالنفط اللبناني. سلة تعيينات في القضاء والأمن والجمارك أمام مجلس الوزراء. طرابلس المحاور تهوي وتوقيف 75. ريفي للواء: المدينة أهم من أي شخص. قيادة الحر في اللاذقية والنقطة 45 صامدة. 150 ألفا ضحايا الحرب السورية، والمعارضة تأسر 11 لحزب الله. ننتقل إلى صحيفة البلد. عودة التشريع إلى المجلس والشرعية إلى طرابلس. لا إصابات بين اللبنانيين العائدين من أفريقيا. موسكو لحماية الأرمن في كسب. في الجمهورية اليوم: تبخر قادة المحاور. سلامة للجمهورية: الضرائب لتمويل السلسلة تشكل 4% من الناتج المحلي. في صحيفة الحياة: النائب العام الليبي يطلق 3 من مسلحي الجدران ويصدر أمرا باعتقاله. الساعدي يؤكد ارتباط انفصالي برقة بفلول القذافي. مجلس النواب اللبناني يشرع تحت ضغط موظفي القطاع العام والمياومين والنساء. الخطة الأمنية بدأت في طرابلس ومجلس الوزراء أمام امتحان جديد. دمشق تتهم معارضين بالتخطيط لهجوم كيميائي وتحرك في مجلس الأمن ضد الانتخابات الرئاسية. النظام يحشد لطرد المعارضة من ريف اللاذقية. وختاما مع عناوين الشرق الأوسط: كاميرون: المهم فهم هذه المنظمة كليا وما تمثله. لندن تحقق بنشاط الإخوان حماية للأمن القومي. خطة طرابلس الأمنية تنطلق بقطع الاتصالات ومداهمة منزل قيادي موال للأسد. ارتباك في بيروت وشلل في مطارها مع أول جلسة تشريعية للبرلمان. وقع على الانضمام إلى 15 منظمة دولية، وكري يلغي زيارته إلى رام الله. عباس يستأنف معركة الأمم المتحدة. كان في النشرة: الأمن يضرب عمقا في طرابلس، مداهمات، توقيفات، وقادة المحاور تبخروا. المجلس يستكمل جلساته اليوم والصباح للمياومين. سوف يعتصمون ويقومون بإقفال كافة الدوائر. أقر قانونهن ولا زلنا معترضات. 71 توقيع جمعنا من نواب، ما شفنا ولا واحد رفع إيده لحتى يعترض على الطريقة اللي صار فيها تصويت. من سوريا: صقور الصحراء فصيل جديد بنكهة نظامية. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.